أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، والبداية بالعناوين. في الذكرى 66 لأحداث ساقية سيدي يوسف، تأكيد على التلاحم ووحدة المصير بين الشعبين التونسي والإيري، وتأريخ لمرحلة الكفاح المشترك في سبيل نيل الحرية والاستقلال. ارتفاع عائدات الصادرات السنة الماضية مع تراجع نسبة التضخم إلى 7.8% خلال شهر جانفي الفارط نتيجة اتخاذ عدد من الإجراءات التحفيزية للاقتصاد واستغلال تراجع أسعار النفط والحبوب في العالم. إحداث وحدتين لقصور القلب وإعادة تأهيل مرضى القلب بتجهيزات متطورة بمستشفى الرابطة مكسب هو الأول من نوعه في القطاع العمومي أعلى مستوى الجمهورية. أحيت تونس والجزائر أمس الخميس ذكرى 66 لأحداث ساقية سيدي يوسف المجيدة التي جدت في 8 فيفري من سنة 1958 والتي سقط خلالها عشرات الشهداء والجرحى جراء العدوان الغاشم الذي شنه المستعمر الفرنسي على هذه القرية الحدودية. وبالمناسبة انتظم موكب خاشع بضريح الشهداء بالساقية أشرف عليه بالخصوص من الجانب التونسي وزير الفلاحة والموارد المائية عبد المنعم بلعاتي، ومن الجانب الجزائري وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الترابية إبراهيم مراد. وتم تأكيد على أهمية هذه الذكرى الخالدة التي مثلت اللبنة الأولى للتعاون المشترك القائم بين البلدين الشقيقين. المواكبة مع أحسن الكريمي. متأملة صورة والدها الذي سقط شهيدا في حوادث ساقية سيد يوسف، تعود الذاكرة بالسيدة خديجة عضضية لتحاول جمع بعض الصور التي رسخت لديها منذ 66 سنة خلت. نلقاه معي في السبيطار، كي مشيت نلقاه في السبيطار راقد، جاني بعد جمعة قال لي خديجة راهو بوي ميت هكا، وقعدت هربت باش نكذب، هربت من السبيطار شدوني الشرطة ردوني. ما ندريش عليه وين مدفون لتو ما ندريش. الذكرى أشرف على أحياء فعالياتها عبد المنعم بلعاتي وزير الفلاحة، وإبراهيم مراد وزير الداخلية الإيرية، رفقة وفد وزاري تونسي وجزائري، حيث أكد وزير الفلاحة أن هذه الذكرى استلهم منها أسمى المعاني للمضي قدما في الارتقاء بالتعاون الثنائي. إن هذا الإرث التاريخي المشرف والذي نتباهى به ونحيي ذكراه يحملنا في الآن نفسه مسؤولية جسيمة لنحتي صفحات جديدة لمستقبل واعد، ويدعونا أكثر من أي وقت مضى بدفع وتوجيه من قائدي بلدينا إلى مزيد تكثيف جهودنا لمجابهة التحديات المشتركة التي تواجه بلدينا، والعمل سويا على الرقي بالتعاون المشترك إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. من جهته أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري إبراهيم مراد عزم البلدين على العمل سويا لتحقيق تنمية مندمجة بالمناطق الحدودية وفق مقاربة مشتركة تساهم في تفعيل جملة من البرامج الاقتصادية والاجتماعية. كل هذه الجهود لخير دليل على الإرادة والعزم المتبادلين من طرفين لتطوير وترقية المناطق الحدودية المشتركة بين بلدينا، وبوتيرة يتعين علينا دعمها من خلال الإسراع في وضع مخرجات لقاء الجزائر حيز التنفيذ، مع الحرص على التجسيد الفعلي للمشاريع التي يتم اقتراحها. أن تجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع مرهون بتأمين منطقتنا الحدودية المشتركة والتصدي لمختلف التهديدات الأمنية. وشدد الوزيران على ضرورة العمل المشترك لكسب التحديات والتصدي لكل التهديدات.
إذن 66 سنة تمر على ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف، ذكرى سجلها التاريخ واحدة من أبشع مجازر المستعمر الفرنسي بحق التونسيين والجزائريين، ومثلت رمزا لتلاحم شعبين شقيقين في سبيل نيل الحرية والاستقلال. التقرير لمراد لبيض. 66 سنة سجل فيها التاريخ أروع القصص البطولية عن تلاحم شعبين أو امتزاج دمين في سبيل الحرية والكرامة والاستقلال. 66 سنة تمر عن أحداث ساقية سيدي يوسف كأبشع مجزرة يمكن أن يحفظها التاريخ عن المستعمرين والغزاة. هنا ساقية سيدي يوسف، وهنا أراد المستعمر إبادة هدوء المكان الذي رأى فيه قاعدة نضالية مشتركة. وهنا استشهد أكثر من 70 شهيدا من تونس والجزائر من المدنيين. المستعمر الجائر لم يفرق بين المجاهدين الثوار والمواطنين العزل، فلم يستثني بقصفه الوحشي ذاك حتى المدارس وأفراد طواقم الصليب الأحمر الذين كانوا في مهمة إنسانية. ساعة واحدة من قصف طيران المستعمر لقرية ساقية سيدي يوسف كانت كافية لتجسد الكارثة، حيث سويت المباني بالأرض وتحول المكان إلى دمار. أحداث قرية ساقية سيدي يوسف التي أرادها المستعمر الفرنسي درسا وعقابا لأهلها عن دعمهم لثوار الجزائر، لكن القدر أرادها غير ذلك. أرادها أن تكون درسا للمستعمر ليظل بذلك تاريخ 8 فيفري رمزا لتلاحم الشعبين الشقيقين التونسي والجزائري في سبيل نيل الحرية والاستقلال. اقتصاديا، وفي أول لقاء شهري من سلسلة صباحيات التصدير لهذه السنة الذي ينظمه مركز النهوض بالصادرات بالشراكة مع الإدارة العامة للديوان التونسية، تم تناول الإجراءات الديوانية المتعلقة بعملية التصدير والمضمنة بقانون المالية لسنة 24 و2000 للتعريف بها لفائدة المصدرين، وذلك دعما لقطاع التصدير الذي سجل تحسنا في عائداته ب 7.9% خلال السنة الماضية. التفاصيل في روبورتاج مفيد المجري. في هذا الملتقى الإعلامي الذي تم تنظيمه تحت عنوان الديوانة التونسية في خدمة الصادرات، أية أدوات لتحسين عملية التصدير الخاصة بك، عرض المتدخلون جملة الإجراءات الديوانية الجديدة الخاصة بدفع التصدير في تونس والمضمنة بقانون المالية لسنة 24 و2000، وذلك لإعلام المؤسسات الاقتصادية في البلاد خاصة منها الصغرى والمتوسطة بهذه الإجراءات الجمركية التي تمكن من دفع كفة التصدير التي اتخذت منحا تصاعديا. نافو خلال 2023 حققنا رقم مهم في عائدات الصادرات 62 مليار دينار، تحسن ب 7.9% مقارنة ب 2022، وإجراءات تسهيل التجارة الخارجية من أهم الإجراءات اللي من شأنها باش تزيد تدفع وتدعم صادراتنا نحو الخارج. بطبيعة الحال الإجراءات الديوانية هي إجراءات مهمة، بعض الإجراءات التي تتعلق بالقطاع الطاقات المتجددة، التي تتعلق بقطاع الصيد البحري، في بعض الحالات التخفيض من معاليم الديوانة، فما إعفاءات في إطار الأداءات والمعاليم، فما أداءات ومعاليم تم تعديلها كما بالنسبة لتصدير زيت الزيتون غير المعلب، دونك فما إجراء جديد عدل المعاليم هذه، كيف الإجراءات المتعلقة بتعديل المعاليم الديوانية بالنسبة للفواكه الجافة، فما الحليب، دونك الإجراءات هذه أعلمنا بها المصدرين. وفي هذا السياق أشار العميد سامي بالحاج جراد مدير مكتب التشريع والدراسات بالإدارة العامة للديوانة إلى أن ارتفاع نسق المعاملات التصديرية جاء نتيجة لتطول المبادلات التونسية نحو الأسواق الإفريقية والعربية خاصة منها السوق الليبية. المبادلات مع ليبيا خلال السنوات الأخيرة صحيح معناتها أنجت ازدهار في أو ارتفاع في المعاملات التصديرية من 1600 مليون دينار إلى 2800 مليون دينار خلال 3 سنوات الأخيرة. القيمة هذه تبقى
قليلة ويلزم وعنا إمكانية لتطويرها. التطوير باش يكون بطبيعة بتبسيط الإجراءات. ولتبسيط الإجراءات الديوانية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، تم خلال هذا اليوم الإعلامي إمضاء اتفاقية تكوين بين مركز النهوض بالصادرات والمدرسة الوطنية للديوانة. نسعى من خلاله إلى تنظيم عدة أنشطة موجهة للمتعاملين الاقتصاديين، وخاصة لدعم من قدراتهم التصديرية باش تتناول المادة الديوانية باختلاف محاورها فيما يخص التشريع والترتيب، الإجراءات، القيمة لدى الديوانة، المنشأة البيضاء، الامتيازات الجبائية الممنوحة في حالة التصدير. من شأن الاتفاقية هذه أنه تنمية قدرات سواء كان أعوان المؤسسات الوطنية كما مركز نهوض بالصادرات أو كذلك الفاعلين الاقتصاديين باش يكونوا ملمين بالإجراءات الديوانية وما يتعين عليهم القيام به خلال عمليات التصدير أو حتى كذلك عمليات التوريد. هذه الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ منذ تاريخ إمضائها ستمكن من تذليل الصعوبات أمام المتعاملين الاقتصاديين لدفع صادرات البلاد وتعديل كفتي الميزان التجاري. سجلت نسبة التضخم تراجعا حيث بلغت 7.8% خلال شهر جانفي في حين كانت 8.1% في شهر ديسمبر من السنة المنقضية. التراجع وفق عدد من المختصين يمكن أن ينعكس إيجابيا على الاقتصاد التونسي. روبورتاج تاج مربتي. شهدت نسبة التضخم عند الاستهلاك منحى تنازلي حيث تراجعت إلى مستوى 7.8% بعد أن كانت في حدود 8.1% خلال شهر ديسمبر من السنة المنقضية وفق المعهد الوطني للإحصاء الذي أعلن عن تسجيل نتائج إيجابية من شأنها أن تحسن من القدرة الشرائية للمواطنين. وبحسب ما كشفه عدد من خبراء الاقتصاد فإنه يعود بالأساس لانخفاض الأسعار العالمية للمحروقات واستقرار أسعار المواد الغذائية، ومن المتوقع أن ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد التونسي. تراجع الأسعار يولي العباد تقبل على الأسواق وتشري، وإن شاء الله تشري محلي باش نخلقوا الحركة الاقتصادية والمصنعين متاعنا ينجوا والفلاحة متاعنا ينجوا ويلقاوا سوق داخلي اللي يخول لهم ولا حتى خارجي باش يخول لهم ينجموا معناها يخلقوا ثروة. احنا نسبة تضخم مستوردة اللي جينا مناش من أسعار النفط ومن أسعار الحبوب. الخبر الباهي اللي في 2024 هالأسعار هذه ماشية وتتراجع، دونك عندها تأثير أقل على الاقتصاد التونسي. مع التراجع المسجل في التضخم فقد حافظت نسبة الفائدة المديرية على مستواها حتى تدعم تباطؤ التضخم خلال الفترة القادمة. الاقتصاد اللي احنا عايشينه اليوم اللي هو فما مؤشرات ايجابيه اللي خلتنا نوخروا في نسبه الفائده خاطر نسبه التضخم وخرت، وذلك هي سياسه التحكم في السيوله نتاع البنك المركزي. عدة إجراءات تم اتخاذها للحد من التضخم مثل دعم بعض المواد الغذائية الأساسية وإعادة هيكلة الأسعار من قبل وزارة التجارة. شفنا عديد المنتوجات الاخرين وقع استقرار في الاسعار نتاعها وجمدت الزياده نتاعها، توا يلزمنا نلقاو انخفاض في الاسعار كما قلت لك بتطبيق قرار وزاره التجاره اللي هو تجميد الاسعار، اللي هو تحديد خدمات التعاون التجاري اللي هو المارشاريير وبالحدود 10% من كان قبل 35%. هنا آليا يلزمنا نلقاو انخفاض في الاسعار في المواد الغذائيه اللي نلقاو فيها. ومن المتوقع وفق البنك المركزي أن يستمر انفراج التضخم ليبلغ حوالي 7.3% لهذه السنة الجارية. بالرغم من ذلك فإنه يواجه عديد التحديات لمواصلة مكافحة الزيادة في الأسعار. في الشأن الصحي، مكسب هو الأول من نوعه في القطاع العمومي لفائدة مستشفى الرابطة وتحديدا بقسم أمراض القلب والشرايين، حيث تم مؤخرا إحداث وحدتين لقصور القلب وإعادة تأهيل مرضى القلب. وزير الصحة علي مرابط أكد إمكانية تعميم هذا الاختصاص في مختلف مستشفيات الجمهورية بالنظر لعدد المصابين بأمراض القلب والشرايين. مزيد من التفاصيل تقدمها إمام بن عمر. سعاد مصابة بأحد أمراض القلب والشرايين، تكفلت بها وحدة ترويض القلب بمستشفى الرابطة بغاية الوقاية من تفاقم مرض القلب لتخضع لبعض التمارين الرياضية وغيرها، فكان أن تحسن وضعها الصحي.
كي نعمل الفور نتعب. دكتور مورالي جيبني باش نعمل سبور لهنا الحمد لله والشكر لله. طوى عندي برسك دو سمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كنت كي نمشي دو متر تروى متر ما عاش نجم نهز نفس. والفضل يعود هنا إلى إحداث وحدتين لقصور القلب وإعادة تأهيل مرضى القلب مجهزتين بأحدث التجهيزات مع توفير الاختصاصات الطبية والشبه الطبية المطلوبة. وحدتان تعدان الأوليين من نوعهما في القطاع العمومي. نتعداو يبدا المريض نتاعو في البسكليت اللي موجوده ورايا، من بعد يتعدى معناها للتاهيل الوظيفي مده 20 دقيقه، ومن بعد يدخل القاعه نتاع الراحه اللي هي تقريبا الحصه تدوم بين 15 ولا 20 دقيقه. المرضى اللي يقبلوهم هما المرضى اللي عندهم قصور قلبي حاد واللي فيهم اللي ينتظر في عمليه زرع نتاع قلب، والا اللي عندهم قصور في العروق نتاع القلب، العروق التاجيه هذه نتاع القلب، واللي هما فيهم حالتين، يا ما يكون عمل عملية قلب مفتوح والا اللي عمل التسريح في العروق نتاع القلب. كل مريض نعملوا له برنامج خاص ونقعدوا نتبعوه على 20 حصه ويعاود يرجع يعمل الاكزام اللي دخل به هو اللي دخل به الاولاني ونشوف اذا كان فما تحسن والا لا، ومن بعد 6 اشهر نجموا نعاودوا نشوفوا المريض نتاعنا ونقعدوا نتبعوا فيه. اليوم بالنسبه لي نحن نهار مهم على خاطر دشنا فيه وحدة نتاع القصور أمراض القلب، حاجة خدم عليها عنا برشا سنوات وتوا اتحققت بيسكو في مستشفى الرابطة عنا في القطب كامل نتاع أمراض القلب الإمكانية نتاع إيواء المرضى باش نعطيهم دويات، وإذا كان دويات ما يكفيوش باش نركبوا لهم آلات، وإذا كان الآلات ما تكفيوش عنا دونك البوسيبيليتي نتاع الجريف كاردياك. وزير الصحة علي المرابط أكد إمكانية تعميم هذا الاختصاص في مختلف مستشفيات الجمهورية. تعرفوا اللي أمراض القلب والشرايين هي من أكثر أسباب الوفيات في تونس وفي العالم. المريض كي يعمل عملية على القلب ولا يصاب بمرض اعتلال في القلب معناتها تكمل للعلاج في المستشفى وفي العلاج الجراحي هو الغيادابتاسيون هذه كاردياك. أول قاعة هي كانت موجودة قبل لكن منذ أكثر من 10 سنوات ما خدمتش، دونك رجعت تخدم إن شاء الله. معناتها فما برنامج لقاعات أخرى في مستشفيات أخرى وفي جهات من الجمهورية التونسية. إنشاء هاتين الوحدتين من شأنها مزيد تحسين الخدمات الصحية في اختصاص أمراض القلب والشرايين ومنها تحسين جودة الحياة. ضمن تطورات الوضع في الأراضي المحتلة، ما زال المحتل يستهدف المدنيين العزل في قطاع غزة بالغارات العشوائية موقعا المزيد من الشهداء والجرحى، هذا إلى جانب الوضع الإنساني المتأزم بسبب شح المساعدات. تقرير ليلى الجواد. مع توسل العدوان على قطاع غزة وفي اليوم 25 بعد 100 منه، ارتفع عدد الشهداء إلى 27,840 شهيدا، وعدد المصابين إلى 67,317 مصابا. فخلال يوم واحد ارتكب الاحتلال 15 مجزرة ذهب ضحيتها 130 شهيدا. وقد سحب جيش الاحتلال فرقة وثلاثة ألوية وكتيبة من معارك القطاع وكتيبة أخرى من خان يونس تمشيا مع وتيرة العمليات التي تنحصر حاليا في مدينة خان يونس جنوب القطاع، حيث توجد 4 ألوية حولها وخامس في منطقة السياج تحاول الوصول إلى قلب المدينة، لكن المقاومة تمنعها من ذلك بسبب حسن إدارتها للمعركة. وقد أعلنت المقاومة أنها استهدفت دبابة واشتبكت مع قوة للمحتل وأوقعت جنودها بين قتيل وجريح، إضافة إلى تجمع لجنود الاحتلال بصاروخ موجه في محافظة الوسطى. كما أطلقت المقاومة الفلسطينية 5 صواريخ من قطاع غزة في اتجاه الأراضي المحتلة حول القطاع مستهدفة مواقع عسكرية للاحتلال. وبينما يواصل المحتل تجويع المدنيين، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا أن نصف طلبات بعثتها لإيصال المساعدات إلى شمال القطاع تم رفضها منذ بداية هذا العام،
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه النرويج أنها قدمت 26 مليون دولار للوكالة لتمكينها من مواجهة الوضع الكارثي في قطاع غزة، مؤكدة أنها لن تتخلى عن هذا الالتزام في الوقت الذي أصبح فيه القطاع في حالة خراب. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة دير شرف غرب نابلس، بينما واصلت قوات الاحتلال سياسة اعتقالاتها في الضفة. وقد أظهر تقرير حقوقي أن عدد المعتقلين الإداريين في الضفة بلغ 3484 معتقلا منذ بداية العدوان على القطاع في رقم غير مسبوق. قال المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء العراقي أمس الخميس إن الضربات الأمريكية المتكررة على الفصائل المسلحة في العراق تدفع الحكومة لإنهاء مهمة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في البلاد. وأضاف المتحدث أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تحول إلى عامل عدم استقرار ويهدد بجر العراق إلى دائرة الصراع. ويشهد العراق وسوريا هجمات متبادلة شبه يومية بين الفصائل المسلحة والقوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 750 عسكري أوكراني بين قتيل وجريح وإسقاط 73 طائرة مسيرة عبر مختلف محاور القتال. وذكرت الوزارة في بيانها اليومي عن سير العمليات العسكرية في أوكرانيا أن قواتها تمكنت خلال الساعات 24 الماضية من صد هجمات على عدة محاور. وما يزال النزاع الروسي الأوكراني وسير المعارك بين جيشي البلدين غير واضح المعالم في ظل تباين وتضارب الأرقام والمعطيات الميدانية وسط توقعات بأن تستمر الأزمة إلى أمد طويل. بهذا نصل إلى ختام النشرة، هذا تذكير بعناوينها. في الذكرى 66 لأحداث ساقية سيدي يوسف، تأكيد على التلاحم ووحدة المصير بين الشعبين التونسي والجزائري، وتأريخ لمرحلة الكفاح المشترك في سبيل نيل الحرية والاستقلال. ارتفاع عائدات الصادرات السنة الماضية مع تراجع نسبة التضخم إلى 7.8% خلال شهر جانفي الفارط نتيجة اتخاذ عدد من الإجراءات التحفيزية للاقتصاد واستغلال تراجع أسعار النفط والحبوب في العالم. إحداث وحدتين لقصور القلب وإعادة تأهيل مرضى القلب بتجهيزات متطورة بمستشفى الرابطة مكسب هو الأول من نوعه في القطاع العمومي على مستوى الجمهورية. وبإمكانكم متابعة نشرتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر نسخ الرمز الموجود على الشاشة. تصبحون على خير.